السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. في هذا الفيديو سوف نتعلم طريقة تخزين البذور. طريقة تخزين البذور سهلة جدا، ممكن نخزنها بطريقة سهلة. في ناس تيجي تقول لك تحطها في كيس ولازم تسيح الكيس عشان الهواء ما يدخلش وتحطها في مكان مش عارف ايه، لا الكلام ده كله لا. كل اللي عليك انك انت مثلا تجيب البذور اهو، دي بذور بطيخ او لب صابة، تقفلها بس كده، بس تقفلها جامد اهو زي كده اهو بس كده. وده كله يتعبق عندنا هنا بذور كتير اهو، ده كله بقى بعد ما نقفله جامد جدا كده نروح ايه معبينه في شنطة دي كده زي كده اهو، ونروح قافلينها كده اهو، ونكبس منه الهواء، نطلع منه الهواء كده اهو، ونروح حاطينه في مكان رطب زي مثلا فوق الدولاب، في اي مكان في البيت، المهم ما يكونش بيصله اشعة الشمس ولا بتصله برودة كتير، يعني مثلا مكان معتدل ولا بتصله حرارة كتير ولا برد كتير. ده كان فيديو النهارده، ولا تنسوا تشترك في القناه وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله، زي ما تعودنا في كل فيديو. ازرع فالدنيا نمت على الزراعه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.